أكيد علي ما يختلف اثنين على موهبة وإمكانية دعاء في تقديم هذا الموسم من البرنامج، بس حبيت أذكرك بالسؤال المشاكس اللي طرحته عليك بالكواليس واللي بدأ يطرحه الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي. أوس فاضل له دعاء. شوف أنا مو انهزامي، أوكي، أوس حبيبي وأخوي وأستاذي، يعني إحنا كلنا تيم مال ولاية بطيخ. هو نفس هاي المقارنة اللي دائما الناس تقارن ميسي لو كريستيانو، هذا يعني خط وهذا خط، يعني أوس هو ممثل من أجي قدم نجح، أنا من وجهة نظري يعني بعيدا عن أنه هو صديق وحبيب وإحنا فريق، أوس نجح نجاح عظيم، لأن أوس صاحب نكتة، صاحب ملقة، يتعامل بعفوية، وهو أصلا عنده كنترول عظيم يعني بتقديم الضيوف، عنده كنترول على كل الأشياء اللي موجودة. ودعاء يعني هي أصلا مقدمة لبقة، عندها استرسال عظيم، ولحد هاي اللحظة أنا أعطيها نسبة نجاح 100% بصراحة، والحكم لكم وللجمهور من راح تشوفون العمل. فيعني ماكو يعني مقارنة بين أوس أساني، تتخيلني حياة يعني انهزامي أو دا أجامل، لا والله أنا صراحة سألتك هذا السؤال لسبب واحد، أنه الناس هواي راح تبدي تقارن، لا هم إيه راح تقارن، حتى يعني نوبات بننزل ستوريات يبدون يسألون أنه لعد وين أوس وين كذا، فيعني عادي، هي هاي الدنيا غير مو صح، واثنيناتهم هم ناجحين بصراحة، يعني آسف يعني هم أوس وإلا دعاء هم اثنيناتهم ناجحين، وربي يوفقهم يعني.